اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مصر من تاني. يمكن زي ما انتم عارفين ومتعودين ان احنا دايما في مصر بنقدم كل الوجوه المشرفه والقيم المصريه المحترمه اللي فعلا نتمنى ان يحذى حذوها وان الناس يكونوا فعلا شايفينهم كقدوه يحتذى بيهم في المستقبل وفي كل المجالات. النهارده انا عندي نموذج مشرف ومحترم جدا من القيم المصريه الرائعه اللي فعلا بتعد متميزه في مجالها بصوره او باخرى. رغم الدراسات العديده اللي هي خدتها الا انها بيميزها برضو في المقام الاول انها الوحيده المصريه الرياضيه الوحيده الحاصلة على وسام الرياضة في عام 2009 في أول عيد للرياضة في مصر. ده تميز في حد ذاته، التاريخ بيكتب سطوره بأن فيها اسم الدكتورة نرمين فاروق سعيد. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وميرسي على الانترودكشن الرائع ده. اتلقى يا فندم، احنا دور برنامجنا ان احنا بنقدم فعلا النماذج المشرفة والقدوة المحترمة اللي بيحتذى بيها والمفروض انه يحتذى بيها. أشكرك. دكتورة نرمين دكتوراه الفلسفه في التربيه الرياضيه، العديد من الدراسات خدتيها سواء كانت تربيه رياضيه او حتى دراسات اسلاميه او حتى دراسات في التحكيم او غيرها. لا، قصه نجاحك وقصه اختيارك للعديد من الدراسات المختلفه اللي يمكن يتراءى للوهله الاولى انها ما لهاش علاقه ببعض، لكن انت كنت شفتي ان لها علاقه ببعض. احب اسمع قصه نجاحك منك انت. الحقيقه الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنا معايا فضل كبير جدا إن هو زي ما حضرتك قلت كده دراساتي متنوعة مش كلها في مجال واحد، فإديتني فرصة إن أنا أتميز في معظم المجالات. يعني دراستي في الدراسات العليا كانت عن السبورتس انجرز أو الإصابات الرياضية، دراستي في الماجستير عن فسيولوجيا الرياضة، دراستي في الدكتوراه عن التيتشينج ميثودز أو طرق التدريس، بجانب التحكيم تحكيم كرة القدم على مدى 11 سنة كرة اليد وكرة اليد وحكم كرة السلة وحكم الكرة الخماسية بنتابول. وعايزة أقول لك الكرة الخماسية بنتابول ليها الفضل عليا لأن هي من خلالها نلت وسام الرياضة سنة 2009 في عيد الرياضة المصري الأول، وشرفت أن المجلس القومي للرياضة يكرمني بوسام الرياضة ويكون درع الرياضة المصرية لاتحاد البنتابول بترشيح من اللواء توفيق صبح رئيس الاتحاد في ذلك الوقت. كوني محاضر علمي متميز سيدة في الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة الخماسية بنتابول، وطبعا هم في الاتحاد المصري لكرة القدم بالتحديد يعني صعب أن سيدة هي اللي تكون محاضر وتحاضر الحكام سواء كانت الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الحكام الدوليين. فالحمد لله أنا كنت من 2006 وحتى 2010 محاضر في الاتحاد المصري لكرة القدم وأول مراقب سيدة في تاريخ جمهورية مصر العربية وتاريخ العالم العربي، مراقب سيدة لمباريات كرة القدم المصرية لأن أنا اعتزلت التحكيم سنة 2010 وتم اعتمادي كأول مراقب لمباريات كرة القدم المصرية في لجنة الكابتن محمد حسام الدين، واعتقد كانت لجنه متفتحه جدا جدا وقويه جدا جدا في اتخاذ قراراتها، فكنت اول مراقب سيده لمباراه كره القدم المصريه. تمام. الاهم من ده كله فندم يعني في حاجه مهمه جدا انت ما قلتيهاش، ان انت ام الاربعه اولاد ابناء ربنا يحفظهم. انا شفت يوسف موجود مع حضرتك وفي ثلاثه موجودين في امريكا. تمام. بيعتزوا بيك كام، عارفين قيمتك، مدركين قيمتك كام قيمه ومحترمه، وعارفين ان انت مختلفه عن باقي النساء الموجودين في المجال حتى في امريكا اللي حواليها. هو يوسف معايا في كل حته، لو بدي محاضره باخده معايا، لو عندي لقاء في التلفزيون باخده معايا، ملتصقين ببعض التصاق شديد قوي واصحاب جامد جدا. بالنسبه لاولادي اللي في امريكا انا بعتز بيهم قوي وبتمنى انهم يكونوا بيشوفوني دلوقتي، واعتقد ان انا يعني سبت لهم تاريخ حلو يعتزوا بيه. وعلى فكره لسه جايه من امريكا بقاليش 10 ايام يعني، وكان احلى موقف حصل لي ان انا فوجئت ان الناس عارفاني هناك. يعني كنت بعمل شوبينج في وول مارت وخارجه من المحل لقيت ناس واقفه تسلم عليا، دكتوره نرمين ازيك، فكانت حاجه جميله قوي لابني اللي عايش هناك ان هو يشوف ان مامته حتى في قاره تانية الناس عارفاها، فدي كانت احلى حاجه حصلت لي السنه دي. يعني هم اسمهم ايه؟ فاروق، محمود، مصطفى، ويوسف طبعا. ويوسف طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويدركوا قيمه والدتهم فعلا، يعني ويعرفوا يعني ايه مامتهم قيمه محترمه فعلا وطنها بيعتز بيها. وانا بعتز بوطني يعني ليا الشرف ان انا اكون مصريه مسلمه.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بكالوريوس تربية رياضية بعديها دبلوم الدراسات الإسلامية، كلميني عن فكرك في ده وقتها. أنا كنت عايشة في لندن لمدة 3 سنين، وبعدين نزلت بعد 3 سنوات مصر، فكان المعهد العالي للدراسات الإسلامية يعني عامل زي دبلومة تعادل ماجستير في الدراسات الإسلامية، فتقدمت ليها والحمد لله اكتستها بامتياز 2 سنين، وبعد كده ما توقفتش بقى عن الدراسة. بعد دبلومة الدراسات العليا للدراسات الإسلامية تعادل ماجستير، درست دبلومة الدراسات العليا في الإصابات الرياضية وخدتها بامتياز، وبعدين التحقت بالماجستير. زي ما قلت لحضرتك، رسالتي عن الماجستير كانت أول رسالة مصرية عربية تتكلم عن الخصائص البيولوجية للاعبات المصريات لكرة القدم النسائية. فأنا الرسالة بتاعتي دي تعتبر النقطة اللي ابتدى من بعدها الباحثين يتناولوا مع موضوع كرة القدم النسائية، لأن أنا كنت يعني بناقش في الرسالة دي الخصائص البيولوجية سواء كانت فيسيولوجية أو مورفولوجية للاعبات المصريات في الوقت ده، اللي هم الأربع فرق الأوائل في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية. فخرجت بتوصيات جميلة جدا جدا من خلال رسالتي للماجستير، وزي ما قلت لحضرتك يمكن فات أكتر من 11 سنة على الماجستير، ولكن بعد كده باحثين جم كتير قوي وتناولوا موضوعات كتيرة جدا خاصة بكرة القدم النسائية، وأعتقد أن رسالتي علامة مميزة في المجال دوت. وبعد كده بعد الماجستير ابتديت يعني افكر في البي اتش دي او الدكتوراه، والحمد لله يعني خدتها صاروخ في اقل من 3 سنين وبامتياز، فالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سمعنا عن الطب النفسي الرياضي، لكن تمام يعني ما سمعناش قبل كده عن الفلسفه في التربيه الرياضيه. هو الفلسفه في التربيه الرياضيه كل اللي معاهم دكتوراه في التربيه الرياضيه بتسمى دكتوراه الفلسفه في التربيه الرياضيه، اسمها كده. اسمها كده، لكن التخصص يعني مثلا انا التخصص بتاعي في التيتشينج ميثودز، في ناس تخصصها في التريننج، في ناس تخصصها في فيسيولوجي، في ناس تخصصها في بيولوجي، فحسب الدراسه بتاعه البي اتش دي بيكون تخصص، لكن الاسم الدكتوراه الفلسفه في التربيه الرياضيه او دكتور الفلسفه في التربيه الرياضيه ده مصطلح عندنا هنا في الجامعه، بدل ما نقول دكتوراه التربيه الرياضيه فقط فبنقول دكتوراه فلسفه في التربيه الرياضيه. جميل. ودرستي ايضا الحاسب الالي، ليه؟ والله لما جيت ادرس للدكتوراه قالوا يعني انا كنت متفوقه جدا جدا لدرجه ان انا اتعينت في الجامعه طالب باحث، خدوني انا بس، ما خدوش حد غيري، كان متقدمين كتير جدا بس خدوني انا بس، لان الانجليش بتاعي كان كويس قوي، كان معايا دوره الكمبيوترز، دورات الكمبيوتر متعدده، واخرها دوره من اليونسكو لعلوم الكمبيوتر، والتويفل خدته بسكور عالي قوي، كانوا طالبين يعني 350 تقريبا، انا كنت واصل لغايه 600، فخدوني من غير ما يعني من غير تفكير يعني. فكنت بدرس للدكتوراه وكنت بدرس البكالوريوس وسنة ثالثة في الجامعة. التحكيم في كرة اليد، وحكمت في كرة قدم كمان؟ حكمت في كرة القدم 11 سنة. 11 سنة وكرة اليد؟ وكرة اليد عمري فيها قصير، لأن يعني أول ما خدت التحكيم فيها سافرت إنجلترا، فقطعت التحكيم فيها هي وكرة السلة. يعني اسمي مقيد في الاتحاد وليه رقم في كرة السلة، ولكن لم أمارس كممارستي لكرة القدم والكرة الخماسية بنتابول. فعمري في كرة القدم أكتر من 11 سنة، وفي البنتابول حتى هذه اللحظة أنا ما زلت حكم وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري للكرة الخماسية بنتابول. تعاملي إزاي هنا في مع الوسط الرياضي في مصر هنا؟ وزير الشباب والرياضة بيتعامل معاك إزاي؟ أنت قيمتك إيه عندهم هنا الحكومة المصرية؟ والله أنا عايزة أقول لك أنا مش بحسبها كده، لأن لو حسبتها كده حزعل يعني. هتزعلي. حزعل، هشوف ناس كتير ما يستحقوش إنهم يكونوا في مكان يعني ممكن أنا أكون موجودة فيه، بس أنا مش ببص لها كده، أنا ببص إن أنا بمارس حاجة أنا بحبها وعايزة أدي فيها ويكون ليا مكانة فيها وأخدم مصر من خلالها. فدي وجهة نظري عشان ما ضايقش نفسي يعني. كلميني عن دورك ونشاطك في امريكا، بتعملي ايه هناك؟ انا كان عندي كونفرنس في واشنطن والحمد لله حضرته،
وقعدت جزء من اجازتي، يعني انا قعدت هناك تقريبا شهرين، قعدت في جالفستون. جالفستون دي بلد جميله كده على خليج المكسيك، ومنها كنت في هيوستن تكساس، قعدت برضو فتره يعني بين الدراسه وبين الابحاث وبين ان انا ازور ابني واطمئن عليه ويعني اقضي وقت لطيف يعني، وخصوصا عندهم ان العلم هناك مستمر ولا يتوقف، ويعني حتى لو راحت في اجازه فهو معظم الوقت موجود في الجامعه بيبحث وبيدور على كل جديد عشان يبقى يعني مخ يبقى شغال على طول. حصولك على وسام الرياضه عام 2009 من مصر من هنا وتقييدك او تقييمك كواحده من افضل الرياضيات في مصر والعالم من وجهه نظرنا المصريه على الاقل، لما خدت وسام الرياضه في مصر هنا 2009، ده ما خليكيش ترضي بصوره او باخرى على الاداره المصريه؟ الإدارة المصرية للرياضة يعني متغيرة باستمرار، وكل حد بيجي بيبقى ليه فكر خاص بيه، لكن مش كلهم بيجتمعوا على نقطة معينة فايدة مصريين ومصر إيه. فهي دي النقطة، يعني عايز أقول لك يعني إحنا لو بصينا إيه الفايدة اللي إحنا يعني هنعود على مصر من خلالها من اختيار شخص معين يبقى موجود في المجال ده، هنختار صح. فكل حد بيجي بيبقى في مخه او في ترتيباته او تجهيزاته شخصيات معينه، مش مهم بقى هي تخدم المجال ده ولا لا، المهم ان الشخصيات دي تبقى موجوده. فانا بالنسبه لي كواحده علميه وكواحده يعني عايزه اقول لك فنيت عمري تقريبا في الدراسه وفي التدريب وفي التريننج وفي التحكيم وفي الابحاث وغيره وغيره، يعني شايفه ان انا ساتسفايد مع نفسي، بحاول من خلال التلفزيون من خلال الميديا عموما الصحف ان انا انشر علمي وادي علمي لكل الناس، وده اللي بيحصل. انا بكتب في الاهرام وبكتب في معظم الجرايد القوميه يعني في المراه والطفل وفي قضايا واراء، وبكتب يعني في نص الدنيا حاجات كتير يعني نرمي فاروق الحمد لله وفضل الله، يعني بحاول انشر العلم اللي انا اتعلمته واحاول ان كل الناس يعني على الرقعه بتاعتنا العربية أو المصرية، وإن كانت انتقلت العربية يعني ساعات مثلا يبقى موجودة ولاقي اسمي موجود في مجلة أو موجود في مقال أو كلمة أنا قلتها في حتة اتنشر عليها وتعمل عليها موضوع تاني في حتة تانية في قطر أو في الكويت أو في غيره أو في غيره، فدي حاجة جميلة ومشرفة. طبعا مشرفة وحاجة جميلة جدا. أقدر أسألك بقى كده بقوة شديدة بعد ما عرفت تاريخك وقيمتك الرياضية، إيه رأيك في تجربة الكرة النسائية في مصر؟ هل تعتقد إنها فعلا تجربة إلى حد ما ناجحة ولا فاشلة من وجهة نظرك ولا إيه بالظبط؟ لما ابتديت التحكيم للكرة النسائية وأنا على فكرة ترتيبي الثامن على الجمهورية لما جيت دخلت مجال التحكيم، فيعني دخل التحكيم النسائي أكتر من 28 محكمة. ال 28 محكمة يعني عايزة أقول لك أنا كنت ترتيبي الثامن على المحكمات دول، فكان عددنا قليل جدا 26 محكمة، ومعرفش دلوقتي العدد في الكرة يعني بالنسبة للكرة النسائية زاد ولا قل ولا إيه، بس اللي أنا عارفاه إن الفيفا بيدي فند للكرة هنا في مصر علشان الكرة النسائية تنتشر وتزدهر وتبقى كل حاجة تمام. أنا رسالتي كانت على الماجستير بتكلم عن اللاعبات، يا ترى هم من ناحية البيولوجية مناسبين انهم يلعبوا كرة قدم، من ناحية الفسيولوجية مناسبين انهم يلعبوا كرة القدم، بقول احنا عندنا ايه، فانا قلت احنا عندنا ايه، لكن ايه اللي تم بعد كده بقى، يعني ايه الخطوات اللي المسؤول الكرة النسائية في اتحاد الكرة المصرية خدها عشان يقول احنا هنطور الناس اللي عندنا ازاي، هنطور الكرة النسائية عندنا ازاي، دي بقى مليون علامة استفهام. بغض النظر بقى عن مين كان قائم عليها، بغض النظر عن الآلية ده، لكن من الواضح ان المستوى اللي فيه الكرة النسائية في مصر دلوقتي اعتقدش ان هو من لا ما نقدرش نقول ان هي مثلا زي الصين ولا زي امريكا ولا زي المانيا، لا طبعا يعني احنا عندنا كرة نسائية بس على قدها، لان الكوادر اللي ماسكينها برضو معلش مش بروفيشنالز. يعني عجبني رايك الصريح المباشر اللي هو بي 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 يعني بي بي بيترك مباشرة قلب الموضوع بالضبط، دون مجاملات أو التفاف بالضبط. فلازم اللي يمسك الكرة النسائية أو يكون بروفيشنالز كل حاجة، دارس نيوتريشن،
التغذية، دارس فيسيولوجي، دارس بيولوجي، دارس تريننج تدريب، دارس كل الكلام ده كله، مش مجرد ان هو مثلا مدرب او ان هو اخصائي تغذية او ان هو مثلا دكتور ومش ممارس، لا، كل الحاجات دي كلها 1+1=2، كل الحاجات دي مقومات علشان نطلع لاعب او لاعبة كرة قدم متميزة. عندنا عندنا كرة قدم نسائية، ايوه، في مصر موجودة، ولكنها مش مفعلة، ما افتكرش انها مفعلة. مش مفعلة، يعني شايفة انها سوء ادارة ولا سوء اختيار للاعبات ولا بوث اوف ذم الاثنين؟ يعني انا شايفة ان الاحتمالين دول واردين، بجانب احتمال ثالث بقى، ان يعني ايه، يعني ما بتحطش الاضواء على الشخص المناسب اللي المفروض يكون موجود ويقول والله احنا عايزين كذا وكذا 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 عشان ننهض بكرة القدم النسائية. وعشان حضرتك تبقى عارف، يعني انا اول ما خدت مراقب لمباراة كرة القدم كنت براقب يعني فريق السويس وسكت حديد مصر، رجال. فانا عايز اقول لك، انا يعني انا مش محصوره في كره القدم النسائيه، انا كنت بحكم للرجال، حكمت للرجال والاشبال والكره النسائيه، يعني حكمت لكل الاعمار اللي ممكن حضرتك تتخيلها، رجال وسيدات وشركات، حتى شركات. حتى فرصه جميله جدا اسالك في كره القدم الرجالي في مصر هنا. لا، كره القدم الرجالي في مصر طبعا، يعني انا عايز اقول لك الماتش الاخراني ده الاسبوع اللي قبل اللي فات اللي كان اتحاد الشرطه الرياضي وام بي، حضرتك اتفرجت عليه؟ يعني معلش، كره القدم رجال ماشيه تمام، مفيش كلام، وان كان برضو الحكام هنا مظلومين والفند بتاعهم قليل جدا. وخليني اكلمك عن الفند، يعني انا فاكره اول فند خدته في التحكيم كان حاجه مبلغ زهيد جدا يعني. فلازم تبصوا، يعني المسؤولين يبصوا للحكم قاضي الملعب نظره اخرى. يعني لازم نظرة أخرى. يعني بالزبط. برضو بتعودي مرة أخرى حتى في كرة القدم الرجالي لبرضو بعض الملحوظات في الإدارة. طبعا. لكن اللاعبين نفسهم، مستوى اللاعبين المصريين، المهارات المكتسبة أو المهارات الأصلية الموجودة عندهم، موهبة متوفرة، أنت شايفة أنها متوفرة؟ أنا شايفة أنها متوفرة، بس عايزة ناس بقى بروفيشنالز يطلعوا الموهبة دي في أحسن صورة ليها. يبتدوا يهتموا باللاعب دوت، ما تحصلش مشكلة زي مشكلة محمد عبد الوهاب ويجي له هارت أتاك ويموت. يعني إحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين يبقى في ريكورد لكل لاعب، وفي ريكورد غذائي وصحي ونفسي ورياضي وكل حاجة، بحيث إن اللاعب دوت مملكة نهتم بيه من كل حاجة، يعني من أقل شيء لأعلى شيء عشان يدينا. احنا لو عملنا كده طبعا هيدينا الحكم، اللاعب اكيد هيدينا لو اهتمينا بيه تماما من كل النواحي، مش بس ان هو يشتغل في الملعب. احتكيتي بالطب الرياضي بالتاكيد، وتقدر تقيمي الطب الرياضي المصري شكله؟ ما افتكرش في اي نادي من الانديه ما فيش معاه دكتور او ما فيش معاه طبيب متخصص في الطب الرياضي مع اي فريق موجود، يعني اعتقد ده متوفر يعني. بس اهم حاجه يعني اللي بلفت نظر الناس من خلالها او المدربين من خلالها، ان عمليه الريكفري او الاستشفاء المفروض ان اللاعب يحصل عليها كامله بعد اصابته باي اصابه، لان عودته للملعب وهو لسه يعني ما حصلش عنده ريكفري كامل او شفاء كامل، بتبقى بؤره من بؤر العدوى المزمنه، وتبقى يعني نقطه ضعف من خلالها اللاعب بيصاب بإصابة تانية بعد كده، ودي حاجة مش كويسة. فاحنا عايزين نلفت النظر للموضوع ده للمدرب يعني. واستخدام الحمل الأقصى ما يكونش معظم الوقت، يعني حمل التدريبي يبتدي بسيط، متوسط الشدة، عالي الشدة، وهكذا يعني. سؤال أخير، إيه أطرف موقف أو أصعب موقف مريت بيه في التحكيم تحديدا؟ أصعب موقف مريت فيه بالتحكيم هو أنا كنت بحكم لفريق 18 سنة أولاد في نادي المعادي، وأعتقد كان فريق إمبي وفريق تاني فريق المعادي تقريبا، وشفت ولد يعني عايز أقولك أنا كنت على اللاين وطار في الهواء وقع على ظهره، فنسيت أن أنا على اللاين، جريت على طول عشان ألحقه، يعني خفت حد أنه يحركه تحريك غلط، العمود الفقري بتاعه يتأثر أو يحصل أي مشكلة. فجي الحكم صفاره وقال لي دكتور كابتن لو سمحتي مكانك على اللاين، واحنا هناخد بالنا من اللاعب. مشاعر ورقه المراه بالتاكيد اتحكمت برضو في ادائك للتحكيم يعني. عشان كده يعني كره القدم كلها اصابات يعني. فانا عايز اقول لك انا يمكن اولادي بيحبوا كره القدم بس بيلعبوها سوشيال، ويعني بينهم من بعض كده يعملوا تيم مع اصحابهم كده يلعبوا احتراف، لا ولكنهم بيلعبوا تنس، بيلعبوا سباحه، يوسف بطل في الكاراتيه، بيلعب سله.
ما شاء الله. يعني يعني الحمد لله، يعني رياضه مهمه جدا، وياريت كل الناس تمارس رياضه. وزي ما انا كنت طفله، كان والدي، انا والدي على فكره ضابط، كان دايما يشجع ان انا امارس رياضه. والدتي يعني اعتقد ان انا كان ليا عيله سبورتد قوي ليا، ساعدتني جامد جدا ان انا اوصل واكون كده واكون مثل حلو لاولادي والمصر كلها. بتدي نفس السبورت ده لاولادك؟ طبعا طبعا، وعندي امل شديد جدا ان يعني يمكن مش عارفه هعيش قد ايه، طبعا ربنا اعلم، ان انا فيما بعد هكون يعني ذكرى جميله ليهم ولاولادهم. اتمنى. انت قيمه جميله لمصر قبل ولادك كمان، احنا بنعتز بيكي كمصريه محترمه وقيمه محترمه فعلا، حاربتي بكل الطرق للوصول لاعلى درجات القمه في مستواك وفي تخصصك تحديدا. انا بشكرك جدا دكتوره نرمين على وجودك معانا النهارده، واتمنى لك لقاءات اخرى باذن الله. وتحيه ليكي ولاسرتك الموجوده في امريكا كمان ايضا. انا بشكرك جدا مره ثانيه يا فندم. ميرسي لحضرتك يا فندم، انا اللي شرفت بلقائك، وميرسي للفضائيه المصريه انها اتاحت لي الفرصه ان انا اقابل حضرتك واقابل الجمهور العريض اللي بيعتز بالفضائيه المصريه سواء هنا او خارج مصر. تحياتي يا فندم، والف الف شكر. ميرسي لحضرتك. مشاهدينا، يمكن دكتوره نرمين النهارده اتكلمت بصوره مباشره وقالت بصراحه شديده، يعني يمكن بحكم حتى وجودها في الخارج اكتر من سنوات، عمر كتير قوي في الخارج في امريكا تحديدا، اتكلم بصراحه شديده وقالت رايها ان في قصور، في مشكله في الاداره الرياضيه في مصر، في مشكله في جزئيه الكره النسائيه. عندنا في مصر بيقول عيب، ازاي تهاجم، خليك دبلوماسي وخليك تلتف حول الحقائق. لكن لما جه عندنا شخص خبير ومتخصص بيتكلم بمباشره في الموضوع، لازم نواجه مشاكلنا بصوره مباشره ونعرف فعلا ان في مشاكل في جزئيات معينه، في ادارات معينه في الرياضه، او كيفيه اداره اجزاء معينه من الرياضه المصريه. مش عيب ابدا. اما احنا نستفيد من القيم دي ازاي، وهنستفيد من القيم العلميه واللي اثبتت كفاءه على مستوى العالم دي امتى وازاي؟ انا بحيي دكتوره نرمين مره ثانيه، الف شكر يا فندم. دكتوره نرمين فاروق سعيد، الف الف شكر على وجودك معانا النهارده، واشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. ارجوكم ابقوا معنا دائما على الفضائيه المصريه وبرنامج مصر من تاني. كان معكم احمد عبد العظيم.